هذه المعلقة اللي أنا بستخدمها. يفضل طحن التوابل بالمنزل، أفضل تكون فريش ومضمونة. فلفل أسمر نص معلقة طعام 5 جرام، ثوم بودرة معلقة طعام 7 جرام، بابريكا معلقة طعام 7 جرام، كزبرة جافة معلقة طعام 10 جرام، ملح 2 معلقة طعام 32 جرام. تختلف وزن التوابل من نوع لنوع، يختلف الوزن. خلط المكونات جيد. ملاحظة بخصوص المطاعم الكبيرة، توضع ملح الصوديوم، توضع سكر. ملح الصوديوم والسكر بيفتحوا الشهية منشان يبيعوا أكتر. أنا ما وضعته، بدلته بالملح العادي لأنه مضر للصحة. وإذا أنتوا عاوزين وصفة البطاطا المخمورة على البخار، حوضع الرابط في الأسفل في صندوق الوصف. وإذا عاوزين وصفة الكاتشب، أيضا حوضع الرابط في صندوق الوصف بالأسفل. صحة وألف عافية، في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.